الكل شايف قديش بنيامين نتنياهو ببذل مجهود وموارد في حملته الانتخابية للجمهور العربي، وعم بحكي على إمكانية حصوله على مقعدين من المصوتين العرب، وحتى ميري ريجيف أعلنت إن الليكود هو بيت الجمهور العربي. ومن الجهة الأخرى لابيد أعلن عن نيته بالتعاون مع القائم المشتركي من أجل إقامة حكومة. استطلاع جديد لمعهد أكورد استطلع آراء الجمهور اليهودي في اليمين، الوسط واليسار، وبحث آراء حول الشراكة السياسية بين اليهود والعرب وحول صدق نتنياهو في مخاطبة الجمهور العربي. الاستطلاع وجد أنه غالبية واضحة من الجمهور اليهودي لا يصدق تصريحات أبو يائير بخصوص رغبته في إشراك العرب في القيادة السياسية. حتى بين أنصار الليكود لم تكن هناك أغلبية تصدق أقوال نتنياهو. أكثر من نصف المستطلع آراء أجابوا بأنهم لا يعرفون إذا ما يمكنهم تصديقه. معطى آخر ظهر من الاستطلاع هو الفرق بين اليمين والوسط يسار فيما يتعلق بدمج العرب في الحكومة ومختلف الأحزاب. معظم ناخبي اليمين يعارضون تعيين وزير عربي كبير وتحصين مقعد لعربي في أحزاب. ناخبو الليكود هم أكبر المعارضين لدمج العرب في المنظومة السياسية أكثر من أي حزب يميني آخر. على غرار اليمين في المركز يسار يمكن أن نرى دعم أكبر في دمج المواطنين العرب. فحص الاستطلاع أيضاً شو رأي المجتمع اليهودي بإمكانية تشكيل حكومة بالتعاون مع أعضاء الكنيسة العرب. هذا الموضوع كان مركزي جداً في الحملات الانتخابية الأخيرة وممكن أن يكون حاسم في المستقبل. يستشف من الاستطلاع إنه الأغلبية الساحقة لمصوتي المركز يسار تدعم إقامة حكومة بدعم خارجي من قبل القائم المشترك، وحتى هناك أغلبية بدمج القائم المشترك في الائتلاف الحكومي. هذا تغيير تاريخي في المركز يسار ومؤشر مثير للتغييرات العميقة الحاصلة لديه. بالمقارنة مع ناخبي المركز واليسار، معظم مؤيدي نتنياهو يعارضون إدخال حزب عربي في الائتلاف الحكومي حتى لو كان استمرار حكم نتنياهو يعتمد على ذلك. فقط نسبة 15% يؤيدون إدراج حزب عربي في الحكومة. أيضاً فيما يتعلق بقانون القومية، هناك فرق كبير بين اليمين والمركز يسار. بينما يوجد في اليمين معارضة لتغيير القانون، في المركز يسار هناك أغلبية لتغيير قانون القومية بحيث يعترف بحقوق الأقليات. قوة الجماهير العربية في ازدياد مستمر بالسنوات الأخيرة. استطلاع معهد أكورد يؤكد أن المركز يسار يرى بالمجتمع العربي لاعب سياسي شرعي، بينما اليمين يعارض بشدة أي تعاون